المحتوى الانتقادات. هل هذا اللاعب المحترف هل هو مقتنع بأهمية هذا اللقب القاري أم أنه يأتي لخوض مباراة ينهزم يحزم حقائبه ويعود إلى البلد الذي يقوم به؟ لما اللاعب يعني يضمن المستقبل وبالتالي يعني حتى الأسهم دياله سترتفع انتقاله من فريق إلى فريق أكثر سمعة وأكثر صورة، أعتقد بأنه يبقى الفريق الوطني المغربي بالنسبة له أنا أعتبرها يعني كعطلة كيأتيه اللاعبون لقضائها وبالتالي ثم يعودوا إلى الأندية من أجل العمل. جميلة عالمية من هند حسامي، شوية من فراس، شوية من باباس، شوية من محجوب، شوية من كودربالا، شوية من ديمومي.